تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا مناخذكم في ساعة إذاعية صحية إن شاء الله نعزز من خلالها نمط الحياة الصحي اللي ننشده للجميع. فهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ونرحب بطاقم البرنامج معنا في الإخراج ناصر السليمي، وحياك الله دكتورة ندى الملا. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور، صبحكم الله فاليوم الجميل، مبروك عليكم الرحمة. اليوم ما شاء الله جميل، اليوم الأربعاء وإن شاء الله باكر يوم الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع. أذكركم برقم التواصل معنا على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. تواصلوا معنا خصوصا عندكم سؤال طبي، اطرحوا عليه من بداية الحلقة عشان أجاوب عليه على السؤال بإسهاب، أغطيكم كل النقاط. إسهاب ما نبغي يعني جاوبي بس مش بإسهاب. أوكي، يعني ما نظلم السؤال، أحيانا يكون سؤال آخر دقيقتين ما على آخر في وقت فترة هي صدق يعني على آخر فترة يا جماعة الخير حتى ما نقدر نستقبل الاتصالات ونطلعها لهو، لأن عادة يعني مربوطين بهذا الوقت ووقت الإعلانات. تعرفون هذا يعني الإعلانات وقت مقدس عند المخرج، يعني عادي يسوي فيد أوت علي ويطلع بالإعلان. زين يقول لي عند الإدارة مش عند المخرج. عند الإدارة. عموما الفعاليات مستمرة والمؤتمرات مستمرة في إمارة دبي. يمكن دكتور نحن عندنا المؤتمرات الطبية يعني على مدار العام، ولكن في واحد من المؤتمرات المهمة اللي يقام حاليا في الفستيفال سيتي أظني، أو منشوف الحين مع الزميل يوسف سعد. يوسف سعد يتواجد ضمن أروقة مؤتمر التجميل وبيعطينا فكرة كاملة عن هذا الموضوع. يوسف أين أنت؟ أهم شيء أين أنت مدام تجميل. صباح الخير محمود، صباح الخير دكتور ندى، صباح الخير أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج صحة وسعادة. محمود ذكرت أنت، أنا متواجد حاليا في فندق انتركونتيننتال في فيستيفال سيتي في دبي، حيث وقبل قليل انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لجراحة التجميل والترميم. يأتي المؤتمر محمود في وقت يشهد فيه العالم كله تطور مذهل في جراحات التجميل وحركة نشطة في سوق أو هذا التخصص الطبي الحيوي والمهم عالميا. صحيح. في المؤتمر يضم نخبة من علماء ومجموعة كبيرة من الخبراء من داخل الدولة وخارج الدولة متخصصين في جراحات التجميل. المؤتمر محمود يدور حول مجموعة من المحاور الرئيسة اللي تسلط الضوء على نوعيات جراحات التجميل، ويركز المؤتمر محمود لأن المؤتمر ليه أهداف عميقة بيؤكد في خلالها الحضور أن كل ما يعرف أو الصورة الذهنية عن جراحات التجميل هي التعديلات التي تحدث على الأنف والفم ويعني أجزاء معينة من الجسم. المؤتمر يؤكد أن جراحات التجميل والترميم لا تتوقف عند هذا أو عند هذه الصورة الذهنية، بل تتخطاها إلى
ان عمليات جراحات التجميل لعلاج التشوهات، جراحات التجميل للوقايه وعلاج جميع مجموعه من الامراض المزمنه الخطره على صحه الانسان اللي هي مرتبطه بالسمنه. قبل قليل معالي حميد محمد الفطامي رئيس مجلس الاداره مدير العام لهيئه الصحه بدبي افتتح المؤتمر واكد ان هيئه الصحه بدبي تولي تخصص جراحات التجميل والترميم جل اهتمامها وتعتبره من الأولويات التي تشهدها تشهد عمليات تطوير في أقسامها في المستشفيات والمراكز الصحية. معالي أكد أيضا أن جراحات التجميل كتخصص طبي مهم له دور رئيسي في عملية تنشيط السياحة الصحية وله دور ايضا في استقطاب في الهدف الاستراتيجي اللي هي الذي يرمي الى استقطاب اكثر من 500 الف سائح صحي الى دبي بحلول عام 2020 ان شاء الله. معالي اشار ايضا الى الدور المهم الذي يقوم به القطاع المنشآت الصحيه في القطاع الخاص جنبا الى جنب الى المنشآت الصحيه الحكوميه في يعني وضع بصمة خاصة لدبي في هذه العمليات التي تلقى رواجا عالميا والتي أصبحت لها وجهات. وأشار أيضا أن هناك منافسات عالمية في هذا المجال بالتحديد مجال التجميل وأصبحت هناك مدن عالمية تذكر بالاسم وأكد أن دبي واحدة من هذه المدن التي تجرى فيها مثل هذه الجراحات وهذه العمليات الآمنة تماما من خلال منشآت حكومية وخاصة لها سمعتها ولها تاريخها وخبرتها. جميل. يوسف هالمؤتمر كم يوم أعماله؟ المؤتمر انطلق اليوم وتمتد أعماله حتى يوم غد إن شاء الله. إن شاء الله. يتضمن مجموعة من ورشات العمل والمحاضرات ومجموعة من العرض فيديوهات لعمليات جراحية للتجميل عمليات نادرة. ومنها عمليات جراحات السمنة لأنها بتندرج تحت عمليات التجميل. نعم. وكما قلت دكتورة ندى أن المؤتمر يركز ويؤكد على أن الصورة الذهنية المصاحبة لتخصص التجميل ليست فقط في تعديل أنف أو عمليات تجميلية وفقط، ولكن دور خبراء ومختصي وأطباء التجميل يمتد إلى ما هو أهم من ذلك وهو وقاية بعض المرضى من العمليات، لأن كما تعلمين وأنت طبيبة دكتورة ندى والجميع يعلم أن الأمراض المصاحبة للسمنة دائما ما ينصح الأطباء المتخصصون أمراض القلب على وجه التحديد المرضى أو الحالات التي تعاني من سمنة مفرطة أنهم يجرون عمليات تجميل لخفض الوزن لتفادي أي مخاطر على الصحة العامة من أثار الأمراض المزمنة المصاحبة للسمنة. ممتاز. طيب. جميل. نحن شاكرين لك هذه التغطية الجميلة يوسف واتمنى لك بالتوفيق إن شاء الله ودائما ما تطلعنا على الجديد، فكل الشكر لك وللقائمين على هذا المؤتمر. شكرا جزيلا. كان معنا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد من الفستيفال سيتي من خلال يعني تغطيته للمؤتمر الدولي لجراحة التجميل والترميم الذي يعقد في إمارة دبي. دكتورة، موضوع التجميل يعني هوس صار عند الرياييل والحريم تبغي نصف في الزمن فعلا الرياييل والحريم في احصائيه كانت طالعه ان الرياييل يعني نسبه مبهينه يقومون بعمليات تجميل حالهم حال النساء. زين. مره يعني وحده من الخوات يعني تسالني عن مجموعه من الاطباء الزينين في مجال التجميل وكذا وهذا، قلت لها ليش؟ قالت والله انا بس ابغى اسوي خشمي. هذا الخشم عقد كل حد يعني الخشم يعني بأمانة الآن الواحد لما 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 ينظر للمسألة ناخذ شوية بشكل مختلف. نعم. عندك مشكلة في التنفس؟ لا. لا. عندك مشكلة إن خشمك قاعد يسبب لك بعض الأمراض العضوية اللي ممكن من خلالها تأثر على أمور كذا؟ لا. طيب ليش؟ شكلها مو بعيب إني أنا طيب بزيد ثقتك بزيد في نفسك لما بسوين الخشم. هي
هي تحس شيء. هي تحس. طيب سألت سؤال واحد. قلت له تعتقدين أن هذا الطبيب اللي بيسوي لك عملية التجميل هو أكثر مهارة من الخالق الصانع؟ شو قالت؟ ما عرفت ترد. ما عرفت ترد. أيوة. قالت لا بس أنا شيء مو مرتاحة من شكلي. قلت له لا. الحين السؤال، هل هذا الطبيب رب العالمين عطانا هذه الهيئة الجميلة؟ كل إنسان جميل يا جماعة الخير، ما في إنسان مو بجميل، كل واحد في يعني ملامح الجمال مالته بملامح، لأن رب العالمين خلقنا بأجمل صورة. وأحسن ما نكون كنا كوبي بيس محمود نفس اللي يستوي الحين، البنات صاروا كلهم يشابهون ما تعرف تميزهم. إيه بالضبط. الفكرة وين دكتورة؟ يعني الواحد يبحث، يعني هذا مو بكلام بس نحن نقوله، لا الكلام بشكل كبير، إنه يا أخي جمل أخلاقك إنزين الناس بيشوفونك جميل بالضبط. شو ما كنت بالضبط. إيه سمعتي ناصر؟ سمعت ناصر. أفا إنزين ناصر اتهمت انك انت مسوي خشمك، صح الكلام؟ لا والله لا والله لا مسوي لا خشمي ولا شيء. انا انا اؤمن ان الانسان اذا شفت نفسك انت جميل من الداخل ينعكس على هيئتك في الخارج، والناس تشوفك جميل. عمرها ما كانت العمليات التجميليه ستجعلني انا اجمل، ولكن انت تجمل نفسك في عين الناس. واحيانا تدخل محمود شخص في دوامه اول عمليه وبيقول بعد في مكان ثاني عشان اطلع اجمل واجمل واجمل، وتدخل في دوامه ما تخلص. فارضوا باللي موجود افضل. السلام عليكم اخواني اخواتي برنامج صحة وسعادة، اهلا وسهلا بكم، هذا مستمعنا الدائم ببرعي. السلام عليكم، انا سرت قبل يومين، بغيت اشكرهم وايد زين المكان. هذا بخصوص وين؟ ما اعرف مواقف، دورت عن رسالة ما عرفت شو افضل. طيب عموما شكر موصول للمكان. شكرا لكل الجهات. انزين نحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله بنتابع معكم مجموعة من المواضيع. يقول اللي يسوون عمليات تجميل بي يوم بيتمنون يردون لشكلهم القبلي قبل عمليات التغيير. يعني في حد ممكن يكون العملية إذا في حاجة، الطبيب الزين دكتورة يعني يقول حق المريض أنت لك حاجة في هذا أو ما لك حاجة. وفي أطباء يعني من النزاهة فيهم أن يقولون حق المريض نحن ما بنسوي لك، ولا تسوي العملية واطلع. بالضبط صح، لأنه ما يحتاج. هم الأمانة الطبية بعد. أي عموما فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا عبر برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام، وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. انا في عندي شغله تحت الطاوله ما ادري هاي طاحت. يلا عموما زين من شي مستعين. ارقام التواصل معنا مستمعينا على 600551414، والرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي على الانستغرام، وفي تفاعل ما شاء الله على اللايف على موضوع عمليات التجميل. يقولون عمليات التجميل تشويه وليس تجميل، شو رأيك؟ كثير منها ما ممكن، كثير منها لما ما يكون في حاجة. انزين هل عندكم سؤال اليوم؟ وشكرا علي البقيش يسأل. انت الموضوع الحين اشوفه نحن دكتورة شو رايك نفتح المجال لين يعني 10 دقائق كذا للجمهور اللي حاب يتواصل معانا يتصلون فينا على البرنامج، او حتى من خلال الرسائل النصية، او من خلال الانستغرام لايف. الجمال جمال القلب والمحبة والاخلاق ابو برعي. ويقول اخواني لا تورطوني ويا ام برعي تطلب مني اسوي جراحه تجميل وانا في هذا العمر والسموحه، شو رايك؟ تجمل تجمل يا ابو برعي حق ام برعي. انزين يقول دكتوره عمليات التجميل بالتحديد انزين في لها يعني سايد افكت، اعراض جانبيه، اعراض جانبيه كثيره خاصه للشخص اللي مو محتاج او اللي يسويه في مكان غلط. انا انصدم حقيقه، يعني عندي اطلاع على الكثير من الـ يعني مراحل التفتيش الخاصه اللي تقوم بها يعني اداره التنظيم الصحي، مشكوره في جهود كبيره بالتعاون مع الجهات الحكوميه الاخرى المختصه. يا جماعه الخير بصراحه انصدم ان في ناس لين الحين الفكر مالهم انه ممكن يروح عياده غير مرخصه
يعني شقة في أحد الداعوس في أحد العمارات الواحد عشان يوصل يعني يوصل للمكان يعني ياخذ يمين في يسار وهذا يعني ناقص بس يربطون عينه ويوصلونه للمكان مثل الأفلام زين يوصل هناك عشان يسوي عملية تجميل ولا يضرب حقن ما بعرف المادة هذه اللي تدخل في وجهه شو هي هذه المادة ولا يعني شو اللي ممكن يسويه في عمره فيدخل في هذه الدوامة وتصير عملية تشويه تام يعني في حالات ما لها علاج بالضبط تدري محمود واحدة من الحالات كان في برنامج أجنبي عن عمليات التجميل كانت واحدة نفس الشيء راح عيادة رخيصة في بلادها يعني تعرفون كانت ناوي تسوي حقن الفيلر حق خدودها عشان تفى خدودها شو حقن لها اسمنت أعوذ بالله هي ما كانت عارفة طبعا اسمنت حقن لها وراحت تتصلح قالها ما يصير تتصلح الحين خلاص لأن دخلت ضمن الأنسجة وخلص شو بتسوي يعني وحتى أفضل دكتور ما يقدر يعالج عموما ناخذ أبو عايدة في مداخلة معانا تفضل يا أبو عايدة السلام عليكم أخواني عليكم السلام هلا من زمان عنك يا أبو عايدة نورت الإذاعة صوتك وتحياتي لكم يمكن هذا ثاني مشاركة معاكم والأستاذ محمود يوسف والمستمعين شكرا. والله أنا عندي تساؤل ومعلومة قبل يمكن 3-4 سنوات قريت في تقرير أن أكثر من 1 مليار وشوية النساء صرفنا هذه الأموال على عمليات التجميل وشراء مستلزمات التجميل والعطور والمبلغ ترى ضخم وكبير 1 مليار وشيء على أشياء يعني تكون المرأة في غير حاجة لها مثل ما تفضلتي دكتورة ندى والأستاذ محمود فهي من مسماها عملية بمعنى أن تجرى عمليات التجميل لمن مثلا تشوه خلقي أو استعاضة أو أن واحد كان في حريق قال لشيء هذا بالنسبة للعملية لكن لاحظنا الآن هناك أيضا من يمتاز بالجمال ومن يمتاز بالوسامة ووسامة درجة عالية وجمال درجة عالية تلاحظ أن هؤلاء أيضا مقبلين على عمليات التجميل صحيح شو الهدف يعني أنت بتضيف جمال على جمال صعب هذا يعني بالضبط صح أنا إذا كان عندكم استضافة أحد الدكاترة المتخصصين في مجال التجميل عندي أنا سؤال للأشخاص الذين غير بحاجة لعمليات التجميل ما هي المضاعفات المستقبلية وأيضا لاحظنا هناك إقبال حسب ما نقرأ ونشوف والشكاوي أن هناك صغيرات السن يقمنا بعمليات التجميل وهي ما شاء الله عندها نظارة عندها بشارة يعني بشرتها جمال وكذا وكذا ويمكن حتى المحيطين حوالينا نشوفهم أقول لك هاي شو خلت حق 50 و60 شو بتسوي في 50 و60 ما أعرف إذا تقدم بها العمر يعني زيت. أنا بقول لك ليش بو عايدة عندي نقطة دكتورة لو سمحت لي قبل ما أنسى ترى أنا ذاكرتي وبعريبة شوي ونحن وقتنا قصير عايدة هي يعني هذه عملت بهذه العمليات التجميل وبعد ذلك يوم تشاهدها بعد العملية ما تعرف ان هذه عايدة ولا عليا حليلها بنتك تمام ان شاء الله شكرا لكم جزيتم خيرا السلام عليكم السلام يا ابو عايدة الدراسة اتكلم هي تفضل محمود انا يعني قلت يمكن نسيت الكلمه بس زين ابو عايده ذكر ان 1 مليار درهم على 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 الدراسه اللي قالها على حجم الانفاق هني يقول لك المراه العربيه تتفوق على الاوروبيات زين بالرغم من ان تقاليد المجتمع الخليجي ما منعت ان او فرضت بعض القيود على المراه من الاسراف على المواد الزينه والعمليات التجميل هذا الموضوع ومع الدخل المرتفع للمواطن الخليجي الحمد لله نحن في يعني في مجتمع اللهم لك الحمد في يعني الحياة السعيدة والأمور اللي بدينا نصرفها على الكماليات بشكل كبير فيقول لك المرأة
تظهر متبرجة بشكل كامل في زينتها وغيره وكذا، فمعدل حجم الإنفاق اللي تصرفه زين في الخليج كم؟ مليار وسبعة، 1.7 مليار، مليار وسبعة مليون سنويا على الميك اب. في إحصاءات تقول يعني يوصلون ل 2 مليار دولار سنويا. هو شوف محمود، حب الجمال عندنا وهذا نصهم منقبات، هي نصهم متغطي يعني زين، يعني حق منو تتمكيج عيل؟ زين حق بيتها وحق ربيعاتها. لا هو شوف، حب الجمال عند يعني المرأة دائما من يوم تحب الجمال. بس أنا بعلق على نقطة قالها أبو عادة جدا مهمة، البنات الصغار أي. اللي يسوون ليش؟ لأن في الوقت الحالي عندنا بعض المؤثرين في السوشيال ميديا تقول لك لازم من عمر 25 تبتدين تضربين الحقن وتعدلين التجاعيد وتشدين ويج باستخدام الخيوط. هل هذا الكلام صح؟ مو بصحيح. حتى أطباء التجميل روحهم يقولون هذا الكلام غير صحيح، ويقول لك لو طوفتي وصلتي 30 راحت عليك، لو سويتي ما راح تستفيدين. فبالتالي البنات اللي في سن المراهقة وعمرهم 20 و22 لما تشوف هالمؤثرة في التواصل الاجتماعي ما شاء الله بشرتها مشدودة وها، وتقول لها من عمر 25 تقول أنا بعد أبغى أسوي شيء، ما أبغى أكبر ويبين علي. بس هذا المنطلق غلط دكتورة. يعني واحد حد وصل 40 سنة مثلا بدأت تظهر التجاعيد في وجهها، أوكي، هل افضل ان مثلا يعني اسوي قبل ما تظهر تجاعيد، او انه يحاول انه يشيل التجاعيد هذه اللي طلعت اوريدي طلعت التجاعيد زين، يحاول انه يشيلها بشكل او باخر عن انه يخليها لين قدام تزيد؟ هو شوف شو الافضل؟ الافضل انه لما يكون عندكم تجاعيد، وطبعا مو الكل، في وايد ناس فرحين بالتجاعيد اللي عندهم لأنها تضفي عليهم وقار وغيره، ولكن أنت من تبدأ التجاعيد تظهر ممكن تبتدون، وهذا التجاعيد متى تظهر محمود؟ مو عمر 25 ولا عمر 30، ممكن من بعد 35 سنة تبدأ تظهر خطوط، حتى مو تجاعيد، الخطوط الرفيعة تحت العين وحوالين الفم. فهناك ممكن تتجهون ولازم تستشيرون طبيب. ما تروح الحين في صالونات تسوي إبر، أي صالون يسوون تسألون عن الترخيص، إذا ما عنده ترخيص طبي على طول بلغوا عليها. روح عند طبيب جلدية موثوق به واسألوه هل أنا أحتاج أو أنا لا أحتاج. لازم ما تستعيلون وما تتأثرون باللي ينقال، ترى بالنهاية هذول مدفوع لهم عشان ينقال لهم هالكلام، لأن تلاقون متعاونين مع عيادات معينة أو عندهم عيادات معينة، أو يعني تعرفون تأثير السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا احنا دائما نقول ليس كل ما يقال صحيح. انزين يقول سيف الهرمود، صباح الورد، الواحد صار يخاف يتزوج هالايام، تطلع حرم تفوت الشوب عقب ينصدم في العيال هذه اللي طالعين على ابنه، يا رب ارزقني وحده جمالها اصلي مو صناعي وشكرا. ترى يبين اللي مسوي اصلا، لما يبين في واحد في كوريا يا حليله متزوج وحده ملكه جمال، رفع عليها قضيه، طلع الولد يعني شيء هذا، عقب اكتشف ان هذا اللي صار فما ادري كم بس على شكلها، طلع البلد على النسخة القديمة يعني. على النسخة القديمة مسكين. رفع عليها قضية والله. يعني. طرحوها في وسائل الإعلام حتى في وكالات الأنباء يعني. يظهر وايد سوت يعني تغير شكلها فعلًا فعلًا. ويمكن هو مو بحلو. يمكن. لا الرجال هذا بزنس مان ومليونير زين، وشكله يعني تشوفينه واحد يعني. إيه مو بنا يعني اسم الحرمة. زين ما نطلع فاصل، قبل الفاصل خلنا بس عشان نسكر هذا الموضوع ككل دكتورة، عن الميك اب، الصرف هذا على الميك اب، الميك اب يخرب البشرة يخلي يعني شو الواحد يتعامل مع الميك اب؟ شوف الصرف على المكياج محمود ايضا سببه بعض صحيا اكيد ممكن ياثر على البشره مع الاستخدام المتكرر، لان في كم كيماويات وفيها عطور. فاول شيء ننصح البنات ما ياخذون مكياج تقليد، لا تاخذي مكياج رخيص، استخدمي ماركات معروفه، وحاولي اهم شيء غسيل الوجه قبل النوم بعمق، يعني تنظفي وجهك، تاكدي انه ما في شيء من بودره او فاونديشن او اي شيء على وجهك، اي بقايا مكياج على وجهك هذه تدمر البشره خلال النوم، لان البشره تتنفس خلال النوم تتجدد، اي بقايا مكياج واللي تناب مكياجها ما بعرف ما شو؟ ما لا تخبرني انها تناب مكياجها لان هاي كارثه جريمه. اوكي. عموما في تجاعيد دكتوره تظهر لهم بسبب خساره الوزن. سليم نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل. صحه وسعاده. صباح
سعد الله اوقاتكم مرتين اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصيه على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب بننتقل الحين للحديث عن بعض الخدمات اللي توفر في قسم العلاج الطبيعي في مستشفى لطيفه للاطفال لعلاج شلل الاطفال. معنا عبر الهاتف الدكتور انس مصطفى كتانة، اخصائي علاج طبيعي في مستشفى لطيفه. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير اخ محمود، شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ طيب صباح الخير للمستمعين الكرام. الله يسلمك دكتور. نحن نتكلم اليوم عن موضوع وايد مهم يهم اولياء الامور بشكل كبير، وايضا نحن نتحدث عن امراض الاطفال اللي تؤدي الى الشلل بعيد الشر يعني عن الجميع. الله يعافي الجميع يا رب. ناخذ اول شيء دكتور، نبدا عن خدمات العلاج الطبيعي اللي توفر من خلال مستشفى لطيفه لعلاج شلل الدماغ عند الاطفال. ان شاء الله استاذ محمود، بس تسمح لي اعرف شو الشلل الدماغي حط بعد اللي يعرفوا شو يعني شلل الدماغ. انا كنت بسالك عقب قلت اخاف تقول لي هذا مش تخصصي. لا خذ راحتك استاذ. تفضل يا سيدي. استفيد حاضرين. شلل الدماغ استاذ محمود هو عباره عن مجموعه من الاضطرابات الحركيه المرتبطه بعدم السيطره على عضلات الجسم وعدم التناسق بين هذه العضلات سواء في الحركه او التوازن. طبعا ينتج هذا يعني عدم التناسق والسيطره على عضلات الجسم عن إصابة الدماغ سواء فترة نموه تصير عند التلف في مناطق مسيطرة هي المسؤولة عن الحركة أو عدم اكتمال نمو هذه المناطق من الدماغ أثناء فترة الحمل. ممتاز. فهذا التعريف هو شلل الدماغي. في أسباب معينة دكتور ممكن تؤدي لشلل الدماغي؟ في ناس تقول وراثة، في ناس تقول تعرض الأم لبعض الأدوية. نعم أختي، في كثير من الأسباب اللي بتؤدي إلى شلل الدماغي. أولها ممكن يكون سبب اللي هو ما قبل الولادة مثل ما تفضلتي، مثل مضاعفات الحمل سواء تسمم حمل أو تعرض للأشعة أو استعمال أدوية بدون أنه يكون عندك وصفة طبية. أو السبب الثاني اللي هو عند الولادة، طبعا في هناك حالات ولادة عسرة سواء كافة أشكالها بتكون سبب طبعا لإصابة الأطفال بشلل الدماغي. وفي أخيرا اللي هو أسباب ما بعد الولادة، يعني يمكن الإشارة هناك أمراض شديدة مثلا صار فيها الطفل سواء في الأشهر الأولى من عمره مثل التهاب السحايا الدماغية أو يصير عند الطفل نوبات صرع شديدة، هاي بدورها تسبب للشلل الدماغي. ممتاز. دكتور شو الخدمات اللي تقدمونها في قسم العلاج الطبيعي لهل الأطفال اللي عندهم شلل دماغي؟ نعم، احنا نسميها موضوع الأطفال أصحاب الهمم مثل ما الشيخ محمد بن راشد سماهم أطفال أصحاب الهمم. نعم. عندنا عديد من الخدمات نقدمها مستشفى لطيفة لهذه الفئة الأطفال الشلل الدماغي. أول شيء أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل يقوم أنه بتقييم هاي الحالة، طبعا تكون محولة من الطبيب المختص. نقوم توفير علاج مناسب يتلائم مع حالة الطفل حسب احتياجه. نحط خطة فردية وعلاجية لهاي الحالة للطفل، ودائما يكون هناك مراجعة مستمرة من قبل الأخصائي وبالتشاور مع الدكتور المختص. ونحاول قدر الإمكان نعمل توصيات يعني توفير أجهزة طبية، هاي الأجهزة الطبية من شأنها أنها تساعد تطور حالة الطفل، تحد من التشوهات لا سمح الله في المستقبل على الطفل. ونحول الطفل لخدمات علاجية أخرى عندنا في القسم سواء علاج النطق أو علاج الوظيفي. جميل دكتور، يعني نحن تحدثنا عن دور الأهل في يعني المساهمة في علاج هؤلاء الأطفال، فنبغي نعرف أنتم كيف تتعاملون دور الأهل أستاذ محمود. صراحة يعني دور مهم جدا وصراحة يعني دور كبير عليهم. نعم. هو دور أساسي بيكون في تطوير حالة الطفل، ويعني إن شاء الله الطفل يتطور ويعتمد على حاله، وهذا الهدف إحنا اللي بنسعى له. وضروري يعني الالتزام بجلسات يعني العلاج الطبيعي دكتور. بجلسات العلاجية بشكل مستمر، يعني مش يوم آجي وعشرة لا ما آجي، لا لازم يكون في استمرارية. جميل. ويلتزمون بهاي التعليمات اللي يعطيهم الأخصائي، ويعملوا يعني حاور التدريبات اللي يوصيهم فيها الأخصائي في البيت يلتزموا فيها. طيب. ويكونوا عارفين بعد انه هاي الرحله الله يعينهم، طبعا رحله علاجيه طويله. صحيح. بس لما يشوفون في تطور هناك صار على حاله الطفل،
ترى الواحد يعني ابنه قد ما يقدر يحاول يقدم له شو ما يعني شو ما بده يوصل له يعني او وصل للاعتماديه هذا الطفل سواء اذا كان ولد او بنت. جميل دكتور، في عندكم قصص نجاح لاطفال تحسنت حالتهم تطورت حياتهم ما شاء الله بشكل ايجابي بسبب العلاج، ممكن تشاركنا هذه القصص؟ والله استاذ محمود في عديد من الاطفال الحمد لله فضل الله عز وجل يعني انه طورت حالتهم، وأنا بشكر أهاليهم أنهم استمروا في علاج أطفالهم وتحملوا، لأنه صراحة بده صبر. أنا بحكي للأهالي يعني بكون تصبروا، النتيجة ما راح تكون بيوم وليلة، لا بدها وقت، بدها تعب، بدها سهر، بدها استمرارية. أهم شيء أستاذ محمود استمرارية، أهم شيء هاي يعني أوضح للأهالي استمرارية العلاج، ما تقطعوا يعني مثلا شهر اخذوا علاج وبعدين اتركوا في البيت سنه، هذا لا. في الحمد لله يعني الكثير من الحالات تطورت، مثلا عند الطفل محمد بدا علاج رحله علاج تقريبا ما يقارب 6 شهور عندنا في مستشفى لطيفه. كان مشخص على طفل شلل دماغي عنده تيبس وشد في عضلات الاطراف السفليه. طبعا الطفل ما كان قادر انه يجلس او انه يحبي او انه يتحرك، فالحمد لله استمر علاج يعني تعب، وبشكر والدته ووالده على استمراريتهم للعلاج لغاية 5 سنوات. الولد الحمد لله دخل المدرسة ومارس حياته كطفل طبيعي ووصلنا الابتسامة على وجهه. نعم ممتاز، جميل ممتاز دكتور، تطور في حالته طبعا والحمد لله الحين يروح المدرسة والحمد لله ما شاء الله ممتاز، أصبح مندمج في المجتمع يعني حاله حال غيره كطفل طبيعي. جميل جدا دكتور. دكتور شو العلامات أو شو الحالة اللي تكون عند الطفل اللي تحدد عدد مثلا شو نوعية العلاج الطبيعي اللي احتياجاته؟ هي انزين سؤالك حلو. طبعا في اي سن دكتور؟ انه للاهالي انه لازم يكون على معرفه تامه شو مراحل التطور الطبيعي نمو الحركه للطفل. مثلا كسبيل المثال انه الطفل متى لازم يجلس، الطفل متى لازم يحبي، اوكي الطفل متى لازم يقوم يوقف على اجريه، الطفل متى لازم يمشي، اوكي فالاهالي اذا لاحظوا بعد انه في تاخر في تطور هاي المهارات الحركيه للطفل، مثلا اذا الطفل وصل العمر سنه وهو للحين يعني ما يجلس او انه ما يحبي، فهون الأهالي لازم يعني يتوجهوا للطبيب المختص منشان يقيم الطفل وبعد يحولوا على العلاج. عرفت علي كيف؟ إذا لاحظوا الأهالي مثلا في حال طفلهم في ارتخاء شديد في عضلاته أو في تيبس في عضلات جسمه، عرفت كيف؟ إذا لاحظوا أن الطفل مثلا بلش يمشي مثلا عمر السنة بس بيمشي على رؤوس إصبعيه يعني ما قادر أنه ينزل إجريه على الأرض يمشي، هنا لازم بعد أنه يراجعوا الدكتور ومنشان يحولهم على أخصائي العلاج الطبيعي. او الطفل ما قادر يتوازن مثلا بيقوم بيوقف ما عنده توازن، فهي علامات هي مؤشره انه الطفل ساعتها انه لازم يحوله على العلاج الطبيعي. ممتاز دكتور، انا اظن ان دوركم في العلاج الطبيعي في مثل حالات الاطفال اللي عندهم شلل دماغي في جانب نفسي كبير، يعني الاهل اكيد لما يجون هناك يكونون ما بنقول يعني يكون تعبانين نفسيا، يعني مثلا مو سهل على الواحد يكون طفله مريض، شو دوركم يعني من ناحيه النفسيه؟ انا بحب اشوف طفله انه عفوا منك يعني مصاب او عنده تاخر او يعني في لا سمح الله عنده اعاقه معينه. نعم. طيب دكتور الآن يعني أبرز الحلول اللي أو الممارسات الطبية والأجهزة وغيرها اللي تتواجد حول العالم في هذا المجال في مستشفى لطيفة، في كثير من يعني بنحكي عن الطرق اللي بيستخدم في علاج تأهيل هاي الحالات. زين أنا أبغى أعرف الطرق اللي في مستشفى لطيفة دكتور. عندنا في مستشفى لطيفة في مستشفى لطيفة بنوفر لهم خدمة مثل ما حكيت لك خدمة علاجية كل طفل خطة فردية لإله بنشوف الحالة بنقيمها نحط الخطة العلاجية مراجعة بشكل مستمر لهذه الخطة العلاجية. عرفت علي كيف؟ نحاول كل فترة نشوف هل انه الاهداف اللي حطيناها وصلها الطفل ولا ما وصلها. اذا ما وصلها نرجع نعيد بناء هاي الخطة حتى الطفل انه يكسب المهارة. ترى كلمة علاج يفكرونها انه مثلا هي حقنة او ابرة، لا العلاج شو هو استاذ محمود؟ العلاج هو اكتساب الطفل قدرات جديدة هاي ما بتكون عنده، يعني الطفل مثلا ما كان يحبي هلا صار يحبي الطفل. الطفل بشكل طبيعي ما يقدر يوصلها بشكل طبيعي ما يقدر يوصلها، لازم تكون في جهود مستمرة من خلال الاخصائيين اللي يقيمون ويبشرون طبعا عندهم خبرة وعندهم مهارات كيف يعني يشتغلوا مع هاي الحالات، والاهالي بعد يلتزموا هاي التوصيات اللي يعطونهم اياها الاخصائيين. ممتاز. وفي استاذ محمود مفاهيم خاطئة كثير منتشرة في بعض الثقافات مثل شو المصاب بالشلل الدماغي هذا الطفل لا امل من يعني من علاج من علاجه نعم
وهذا كلام غلط. التأهيل هاي مجرد إهدار وقت وجهد ومال. هذا كلام صحيح يعني. إذا يعني أنا بحكي لك كثير الحمد لله بفضل الله نعم. عز وجل أطفال أصبحوا قادرين إنهم يعني يندمجوا بالمجتمع. الحمد لله. الحمد لله. إنزين دكتور قبل لا أختم معاك إذا تبغي حمد. توجه نصيحة أو كلمة أخيرة تبغي تقولها في هذا الصدد. والله أستاذ محمود صراحة يعني أنا بوصل الأهالي يعني إنهم قدر إمكان يحاولوا يلتزموا في يعني جلسات العلاجية لأطفالهم إنه ما يفقد الأمل وربنا سبحانه وتعالى يلهمهم الأمل والصبر يعني آمين. والله يعينهم صراحة ويصبرهم عرفت علي كيف؟ هاي نتائج ممكن ما يشوفونها لحظية ممكن يعني هاي نتائج تأكلها فيما بعد مو هلا يعني لازم أشوف أنا حتى دول الأطفال يصبحوا معتمدين على أنفسهم قادرين على ممارسة الحياة يعني بشكل طبيعي وبشكل مستقل بإذن الله. شاكرين لك الأطفال يا رب. شاكرين لك دكتور أنس مصطفى كتانة أخصائي علاج طبيعي في مستشفى اللطيفة. نحن شاكرين لك هذا الجهود وأنتم الله يعينكم يعني لأن تتعاملون مع فئة ذوي الهمم بشكل أصحاب الهمم طبعا هم أولوياتنا طبعا زائد أنهم أطفال دكتور يعني فالتحدي قدامكم تحديين طبعا. شكرا لك دكتور شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور نهارك سعيد. طيب نحن دراستنا اليوم ما قلناها دكتورة ما نقول لكم دراستنا اليوم تتحدث عن بحث جديد حذر من خلاله الباحثون من أن الذين يعانون من الشخير المزمن يتعرضون لتأثير ضار على الحمض النووي وهو ما يسرع من شيخوخة الخلايا ويزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان. ووجد الباحثون أن الانقطاع التنفس أثناء النوم أو ما يعرف بالشخير تأثير على الكروموسومات وما يسمى علميا بالتيلوميرات وهي جزيئات في الحمض النووي تمنع المواد الوراثية من التفكك والتلوث حيث أن الضرر الذي يلحق بها يسبب الشيخوخة السريعة وزيادة قابلية الإصابة بالسرطان. يعني الله يبعد كل الأمراض عن الجميع إن شاء الله. كشفت نتائج البحث الجديد الذي أجري في مستشفى في غرب الصين عن ارتباط كبير بين الشخير المزمن وانخفاض طول التيلومير وهو ما يحمل انعكاسات على العلاج والوقاية من المشكلات الصحية المستقبلية. طبعا درس البحث بيانات من 8 دراسات سابقة شملت 2640 مريض ممن يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم. أنت تناخرين دكتورة؟ لا ناصر تناخر؟ بالعادة الرياييل بالعادة الرياييل أكثر من النساء. الله يوم يكون تعبان يقول ناصر يناخر والله كل حد يوم تعبان هذا يعني المشكلة وين ناصر اللي يناخر ما يعترف انه يناخر لازم تسجله بالصوت والصورة هي زت راقد شي قاعد تعرف انك انت تناخر ولا محمود انا ابا افهم ما شاء الله في ريايل انا اسمع من بعض المريضات يشاخر بصوت جدا عالي كيف هو ما ينش هو يوعي فريج كامل وهو غاط في سبات الله يخليك الحريم يناخرون اكثر من الريايل لا والله لا والله صدقيني ان شاء الله بجيب دراسه تثبت بدور لكم ان النساء نومهم ترى اخف من الريايل الحرمه ان ولدها كحله قالت ها ليكون في شيء الريال يشاخر ويطيح طيح اغراض في المطبخ وهو نايم ولا لما ينش يقول ازعجتوني ومنو كان يشاخر عيال ليش ما تسمعون صوت الشخير مالكم ليش كيف ما تسمعون انا ابغيك تحطين كاميرا زين صوبيها عليك هذا وجهي اذا ما تناخرين لا انا نام من وقت اللي نام من وقت ما يشاخر زين اللي وانا ما سوي هذا الموضوع انت شو خسرانه لا وباكر ما شغل الفيديو اوكي على الهواء زين بس انا ما اتعشى شوفوا ترى حتى الشخير بالليل يرتبط بتناول اطعمه متاخر بالليل قبل النوم انا حتى ما اتعشى وانا بدي صدقني ما شاخر تعملوا شاخر اللي زاد اوزانهم وايده ويتعشون متاخر اكل دسم انا اقول لك سجلي سوي شيء هذا ويهي اذا انت ما تناخرين اوكي زين ليش يعني انا متاكد انك انت تناخرين عشان خشمي حلو من ناصر قال انه خشمي لا انا شوخر بصراحه ايه انا بصراحه اشوخر بس دكتوره ساعات انا اقول لكم كل الريايل بالعاده ريايل يعني في الطياره راسي كذا عوي ويالس بشاخر لا محمود في فرق بين الشخير أيه؟ والشخير الخفيف هذا لا الا صوتهم يكون الشخرور وايد عالي بين الشخير والشخرور طبعا انت توعيه وتقول له الشخروره هذه الشخروره الصغيره عادي واحد يهون تعبان ماشي الشخروره هاي الشخروره
واحد ونايم. بس بما نتكلم عن موضوع الشخير يا جماعة، الشخير هو عبارة عن عرض في وايد مسببات تحته، وفي ناس تاخذه عادي، مثلا أبوي كان يشاخر، الشخير شيء طبيعي، ما في شيء اسمه شيء طبيعي، لازم يشوفك طبيب أنف وأذن حنجرة، ولازم حتى نسوي فحوصات معينة على القلب. أحيانا الشخير يضغط مؤشرات دكتورة للعديد من الأمراض، فهذه بعد ربطوها بالسرطان. وعندكم يعني على فكرة نحن عندنا عيادة خاصة بالنوم في مستشفى راشد، هذه لعلاج هذه الأمراض. فننصحك دكتورة تروحين تنامين يوم واحد في مستشفى راشد، خلينا نشوف شو رأيك. أحجز لك موعد؟ ما علي أوكي. أنا أعترف أني أنا شوخر، أنت ما تعترفين. زين، ما نحجز لك موعد. أوكي. دن. إن شاء الله. إذا شو ما عندي مشكلة في النوم أنا. بس هي بيقول دكتورة من غير ما تسوي شيء نامت على طول. إنزين. ليش أكثر العيادات ما عندهم واحد يتكلم عربي؟ أرجو أن تشوف الحلقة واكم الله. عموما قلنا من حقوق المريض، حق من حقوق المريض. أي عيادات؟ لا ما أعرف أي عيادات. لحظة هنا، شو ما كانت العيادة حكومية خاصة، حق من حقوق المريض. تعزم. إن يوفروا له شخص يتكلم بلغته، سواء كنت صيني، سواء كنت ياباني، شو كانت اللغة اللي تتحدث بها، يجب أن يتم توفير مترجم يترجم لك الحالة كلها. عموما نحن كل مرة نقولكم يا جماعة الخير لا تتصلون فينا على آخر البرنامج. هنا يمونة المالح تقول أعتقد اللي شاخر هذا في قمة أحلام السعيدة. والله اتفق معك، حرام عليك بنت هذه، لا تحرجها. لا لا سولف يا جماعة الخير، ما في احراج. انا مفروض حزوه من زمان. لا ما في، احنا لو نسويكم جو عشان ما تملوا من المعلومات الطبيه يعني، فيكون في شوي سوالف نوسع صدركم شوي، مثل ما يقولون اذا شو اسمه تبغى توالف سو سوالف سو سوالف. هذا ابو عمر يعطيه الصحه والعافيه دائما. لا هو مثل قديم يعني، بس ابو عمر يقول ايه. عموما شكرا لك ناصر السليمي مخرجنا اليوم، ميرا المري مشكورة كانت معنا في التنسيق، شكرا لك دكتورة ندى الملة، ونشوفكم على خير إن شاء الله باكر. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وإن شاء الله باكر عندنا حلقة بعدتكم مميزة. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.